اسبوع الاهلي والبايرن، اسبوع الاهلي والبايرن، لان المباراه دي المهمه والاهم في تاريخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه المره السادسه زي ما بقول لكم. لكن اكيد واحنا بنتكلم على هذه المباراه امال كبيره جدا يعني موجوده لجماهير النادي الاهلي في الفوز بالمباراه ده. قبل كده النادي الاهلي فاز على بايرن، فاز على بايرن 2-1 مع جيل العظماء كابتن محمود الخطيب، كابتن شريف عبد المنعم، نجوم كتير كانت في هذا الجيل كسبوا البايرن. فليه ايه المانع ان احنا كمان في الوقت ده في الوقت والمكان اللي احنا فيه ان احنا نكسب البايرن مره اخرى؟ ده كره قدم وبالتالي مفيش مستحيل في كره القدم. خلينا نروح لواحد من نجوم لقاء الاهلي والبايرن في السابق، كابتن شريف عبد المنعم، ومحرز هدف من اهداف النادي الاهلي في اليوم ده 2-1 النادي الاهلي كسب البايرن في هذا اللقاء، لقاء سنه 1977. طبعا نجوم زي ما بقول لكم، نجوم الزمن الجميل في هذا الوقت زي ما قلت. كابتن شريف عبد المنعم تحياتي لحضرتك. كابتن شريف، كابتن فاروق، اخبارك يا ابو الكباتن؟ وحشني، عامل ايه؟ الله يخليك يا كابتن. يعني مناسبه حلوه ان احنا بعد يومين هنلاعب البايرن، وكابتن شريف عبد المنعم معانا على الهاتف، محرز الهدف الاول في الفوز النادي الاهلي على البايرن 2-1. كابتن محمود الخطيب احرز الهدف الثاني وحضرتك الهدف الاول. ذكريات جميله يا كابتن شريف. اكيد ده ذكرى جميله جدا. بنشكر النادي الاهلي ولاعيبته اللي هو بيعملوا لي الذكرى الجميله دي بفوزهم على الدحيل اول مباراه في المونديال الانديه. حاجه جميله قوي يا فاروق. ها، الاهلي في المونديال طبعا، الاهلي بالذكريات، الاهلي بالجماهير، والاهلي باللي احنا فيه دلوقتي، الاهلي بالثمانيات ان احنا نكسب بايرن ميونخ تاني. مش صعبه على فكره. ما هي فكره الصعوبه يا كابتن، يعني وانتوا داخلين في انا هرجع لك بالزمن شويه كده ورا كابتن في المباراه دي بالذات، يعني وانتوا داخلين المباراه دي هل كان في دماغكم فكره ان ده بطل اوروبا؟ لان بايرن من زمان هو طبعا من اعرق الانديه في اوروبا. فكره ان انت داخل المباراه كنت متخيلها ازاي يا كابتن شريف؟ يعني انا هاخد ذكرياتك في هذه الجزئيه. انا هقول لك على حاجه يا فاروق كنت تحس بيها. دايما الفرق الكبيره لما بتلعب بعض بتبقى مبسوطه. يعني حتى لو بايرن ميونخ جاي لاعب فرقه مش على قد المستوى مش هيبقى مبسوط. هيأدي مباراه فاتره كده يعني، مش هتقول حتى عليهم ان دول ابطال اوروبا. من ابطال اوروبا شفناهم بعد ما دخل فيهم الجون الاولاني، بعد ما دخل فيهم الجون الثاني حسوا بكارثه هتحصل على ارض الاهرامات. فابتدوا يلعبوا لغايه لما جابوا الجون اللي في اخر مباراه. كانوا حاولوا كتير قوي ان هم يتعادلوا، ولكن الحظ كان لينا احنا واحنا اللي فوزنا والتاريخ بيسطر كده. فاكر الجون يا كابتن ولا مش فاكره؟ لا ده جون. قول لي كده، اوصفه كده للاجيال اللي ما كانتش شافت المباراه دي يا كابتن. دي كوره من مختار لمحسن صالح، وانا قطعت من لونج ليفت في وسط الاستوبرين لعبها لي، فوتها من الاثنين وخدتهم بدراعاتي كده بيميني ودخلت جوه، لقيت سيب ماير في وشي، ده تقلب بطن رجلي، لقيتها جول يعني. رحت قعدت بعمل زيك لما بتجيب اجوان كده وتقعد تنط لفوق وكده. فكان جول حلو قوي الحقيقه. لا يعني هي فكره الهدف في بطل اوروبا كابتن، ويمكن مش من العاده ان يعني الانديه المصريه كانت تلعب في الوقت ده انديه من اوروبا، ولكن فكره زي ما بقول ان تحرز اول هدف في ماتش زي كده اكيد ليه فرحه مختلفه كابتن شريف. دي كانت فرحتين والله، لان انا كنت راجع من كسر في رجلي، بانكر رجلي ده اول مباراه في الدوري عام سنتها، جبت جون طاير بدماغ كده ورجلي اتكسرت. فلما رجعت كان اول مباراه ارجع فيها كانت هي بايرن ميونخ اللي قدامي دي. كانت فرحتين طبعا، انك تجيب سيب ماير احسن حارس في اوروبا هدف، وان انا رجعت واطمنت على نفسي. كانت يعني دي الحاجه الثانيه اللي انا قعدت اتنطط فوق فيها وهيص واجري. ما كانتش فرحه الجول بس، هي فرحه عودتي. حتى الكابتن طارق سليم الله يرحمه يقول لي ايه يعني جبت جون في بطل اوروبا؟ انت تجيب جون وتلعب هناك وتعمل كل حاجه. ماشي، قلت له يا كابتن انا ما كنتش فرحان على الجون بس، انا فرحان ان انا رجعت الملعب تاني. صح، دي اهم حاجه طبعا. كان عندي اصابه جامده يعني. طيب يعني طبعا يعني ده شرف لينا كابتن شريف ان انت تبقى متواجد معانا محرز الهدف الاول. كابتن محمود الخطيب هو متواجد طبعا في القطر وهو محرز الهدف الثاني. يعني اوصف لنا برضو هدف كابتن محمود الخطيب جه ازاي، انت كنت موجود في الملعب يا كابتن في الوقت ده؟ الكابتن مصطفى عبد السلام الكوره انا من قبل نص يعني بعد نص ملعب شويه، يموه على الباك ليفت باسلوبه يعني وطريقته، راح عامل عرضيه لكابتن مختار ناحيه ثانيه في الوينج ليفت، وقفها كويس قوي تدخل الكابتن محمود الخطيب على خط السته، فحارس المرمى حب يغطي على كابتن محمود، لعبها كابتن مختار كويس قوي على راس كابتن محمود، حطها دايركت على طول في الجول.
ووقفوا باصين لبعض، ايه الفرقه اللي بتعمل كروشات عاليه دي وايه العرضيات الجميله دي وايه الدخول ده، ده غير الفنيات العاليه اللي اتلعبت اثناء المباراه. يعني صحيح. المباراه دي لا تقل عن مباراه الاهلي وريال مدريد لو تفتكرها. صحيح 2001 شانداي جاب جون فيها 2001 يا كابتن. انا كنت متمتع بخالد بيبو ومتمتع بعلاء ابراهيم ومتمتع بالفرقه كلها. انت لعبت الماتش ده كنت فريق. موجود بس ما لعبتش كابتن شوط تاني يمكن ما كانش ليك الحظ. انما دايما النادي الاهلي في الماتشات اللي هي زي دي الحقيقه بيهتم بيبقى ليه وجود يعني. طيب هاخدك بقى للمباراه الحاليه كابتن ان شاء الله يوم الاثنين، وخلينا نقول ان جماهير النادي الاهلي يعني مهما انت لعبت مين اهمها انها تكسب، وان كان البايرن فريق قوي عنده مجموعه من اللعيبه مميزه لكن المكسب هو رقم واحد عند جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني وكل حتى محب النادي الاهلي. ازاي تتعامل في مباراه زي كده كابتن وتكسب؟ هي دي النقطه المهمه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. كابتن شريف عبد المنعم رايه ايه في الجزئيه دي؟ انا رايي من راي الدنيا كلها انك انت تصدر للعالم ان انت رايح تلاعب احسن فرقه في اوروبا واحسن فرقه في العالم تعتبر يعني حاليا هي بايرن ميونخ، انك انت لازم تقول الحقيقه في فرق امكانيات كبيره وفرديات عاليه جدا بين هناك بالفرقه دي وبيننا احنا، انما احنا نفس الشكل، احنا ابطال قاره وهم ابطال قاره، هم هينزلوا ملعب وانا هنزل ملعب كويس. في مباراه هتتلعب المعطيات بقى اللي في الملعب، المجهود، التحركات. يعني انا لو انا هلعب باسمي مش هكسب. لو انا هلعب على ان عندي لعيبه كويسه قوي ما بتتحركش هتتفاجئ بيك انت بتخطفهم جون هيقلب موازين المباراه كلها. فهو ده السيناريو اللي احنا بنلعب عليه، انما يطلع مستر موسيماني يقول لك انا بلعب كبطل اوروبا، انا مش عارف ايه، هخلي لعيبتي تستمتع، خلي لعيبتي ده عملها فينا قبل كده، فاكر لما كان ماسك صن داونز و... صحيح وقال لك انا بلعب بطل افريقيا هي ده عمليه التنويم المغناطيسي يا كابتن. التنويم المغناطيسي انا مش عايز الناس تفتكره غلط يعني او تفهم الرسالة بتاعته غلط، لا هي رسالة اعتراف بان احنا بنلعب مع فرقة كبيرة جدا، انما في نفس الوقت كلها خبايا، كلها تعليمات لقفشة، كلها تعليمات لمعرفش مين اللي هتبقى لزوز جديدة ما يناسب هذه المباراة. يعني الراجل ده دايما بيبقى عنده لحظة كده غير تفكيرنا احنا كلنا، ولكن احنا بخبرتنا كلعيبة قدام بنحس في الملعب هو قد ايه بيصر على لعيبه معينه، بيصر على اداء معين، بيصر على مهاجمه الخصم في نص ملعبه، ما بيخافش، بيثق في نص ملعبه كويس قوي في المركز بتوعه، فهيلعب مباراه. لا لو تنصحها كابتن او لو في قدره للنصيحه لموسيماني يلعب ازاي في مباراه زي كده كابتن بشكل مختلف عن او طريقه اداء مختلفه عن لعب بيها قدام الدحيل كابتن، ولا نفس الشكل؟ فاروق لو عايز يلعب بسيناريوهات طبعا هنقوم يلعب 3 في النص 4 3 3 ده لو عايز يلعب بسيناريوهات احنا نفكر واحنا قاعدين بره كده. صدق طريقته موجود. معلش كابتن شريف الصوت بيقطع بس بقى يعني لو يمين شويه. تمام كده كابتن. بقول لك هو مش هيغير من اسلوب اللعب. احنا بنتمنى ان احنا نخش على 4 3 3 انما ده هو صاحب الشكل صاحب صحيح. 4 1 4 1 بتاع بايرن ميونخ دي هيقابلها ازاي؟ ف في قوي اسمه ديانج لازم يبقى موجود في الملعب ده اللي انا شايفه يعني. طيب يعني كابتن انا امامي دلوقتي يعني الصحيفه بعد الفوز النادي الاهلي صحيفه الاهرام طبعا بعد الفوز الكبير اللي حققه النادي الاهلي في 31/12 يا جماعه ولا 21 مش شايف 1977 21/12 يا كابتن الاهلي يفوز على بايرن 2-1 وان تقديم عرض كبير من بطل افريقيا في الفوز على بطل اوروبا. ويمكن فكره بطل افريقيا وبطل اوروبا كابتن اكيد هم كمان يعني اكيد عاملين حساب النادي الاهلي ان انت بتتكلم على بطل افريقيا يعني بطل قاره وليس نادي عادي يا كابتن شريف. الصحف تتكلم زي ما عايز، الدنيا توصف زي ما عايزه، احترام الخصم ده شيء وارد اذا كان بالنسبه لبايرن ميونخ او بالنسبه لنا احنا. مباراه عايز اقول لك فيها امال وطموح للنادي الاهلي، فيها امال وطموح بايرن ميونخ انه يحقق تاني ان هو يقدر ياخد بطوله كاس العالم للانديه خد بالك حتى لو لا قدر الله خسرنا هو كسب ما
ما هو هيلاعب فرقتين من الناحيه الثانيه جامدين برضه، مش سهلين يعني. عندك المكسيك وعندك بالميراس، دول فرق ليها طبع صحيح. ثاني خالص في الاسلوب. الحكايه مش سهله اللي انا عايز اقوله لك، يعدي الاول من النادي الاهلي بعدين يبقى يفكر ان هو هيروح. صحيح. طيب كابتن شريف، مين اللي انت شفته في المباراه اللي فاتت يعني فايق ده اللي يعمل الفرق بقى في الماتش اللي جاي، من خلال طبعا اداؤه اللي كان متواجد فيه عليه في مباراه الدحيل؟ انت محتاج دايما انك يبقى عندك تامين دفاعي كويس قوي. كان عندك ايمن اشرف وبامين ما شاء الله كان هايل، حاله هايله. محمد هاني الضغط كله كان عليه ما شاء الله، لعب لغايه التدعيم ما نزله، لعب 70 دقيقه فوق الوصف، وقدر يحافظ على الناحيه دي. يمكن اربعه بيهجموا عليه من الناحيه دي، وطبعا ده اللي هيغير موسيماني ويفكر في الحكايه دي، لان الحكايه هتبقى اقوى عنده بالنسبه لطارق مينا. فانا شايف كل اللعيبه الحقيقه ادوا اول هاف تايم، فاروق اذا كنت انت معايا في الكلام ده، بشكل محترف جدا، بشكل تعليمات اتنفذت على مليون. كان ممكن يكسب 1-2-3، لو كنت كسبت 1-2-3 كنا هنقول كلام تاني خالص. طب ايه رايك في بعض الناس اللي شككت في اداء النادي الاهلي يا كابتن؟ يعني في اللعيبه، حتى في لاعب تصريح في الدحيل مش بدون ذكر اسمه يعني، وقال لك احنا يعني كان المفروض نتعامل مع الاهلي بشكل مختلف عن ان احنا تعاملنا مع كابتن شريف. ده احنا اللي كنا المفروض نتعامل معاهم بشكل مختلف غير ما تعاملنا معاهم. يعني احنا اللي خليناهم بالموس باص بتاعنا ان هم يبقوا موجودين عندنا في نص ملعبنا، انما احنا لو لعبنا زي شوط اول شوط الباص بتاعنا سليم، التحركات سليمه، التغييرات كانت بعض اللعيبه معينه تقدر تعمل عمق هجومي اكتر من الناس اللي هي نزلت او كانت موجوده او الفكر اللي كان موجود. انا بقول لك بصراحه هم ما كانوش هيبقى لهم موجود. انا برد على كمان اللعيب اللي هو خرج وقال لك لمهيب انا جاي هكلمك بعد الماتش واقول لك 1-2-3 احنا في الكوارتر فاينل، احنا في السيمي فاينل. الكره في الملعب يا كابتن، الكره اللي يديها. الامكانيات اللي موجوده هنا والامكانيات اللي موجوده هنا واضحه. انت اول شوط، انت اول شوط الناس واقفه انت بتلعب كوره. تاني شوط احنا كسبانين من حقك تعمل اي انت اضحك وده يعني يوصل لك الكلام اللي انا عايز اقوله. هو يمكن انا يعني التفسير يا كابتن شريف، البعض قال لك اللياقه البدنيه النادي الاهلي اختلف في الشوط الثاني، لان تفسيري ان انت جبت هدف وعايز تحافظ عليه وتحافظ على لياقتك البدنيه بقى عشان الماتش اللي بعد كده. ده من وجهه نظر يعني، من خلال طبعا كان لازم يكون عندك تدعيم هجومي اقوى من كده، ولازم تطمع انك تجيب الثاني اكتر من كده. انت بتلعب على كابتن شريف. طيب